هاد اللقاء هذا، واللي جا رد على واحد المقال اللي تحط في نفس القناة نيت ديال السينور ديال الحراق رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب. أولا كنقول لها السينور الدين، راه الظرفية ما كتعطيناش الحق باش غادي نوضو نديرو هذيك الشوشرة وهذاك كيما قلت لك في أول حجر صحي. أول يوم في الحجر الصحي قلت لي نحن كقطاع أرباب المقاهي والمطاعم ما جيناش باش نديرو لي يد الحكومة، ذراع الحكومة، لأن الظرفية هذه كتحتم علينا حنا كمهنيين في القطاع ديال المقاهي والمطاعم باش نعاونوا البلاد ديالنا ونتعاونوا معها اقتصاديا وبكل شيء. نحن في بالفعل حنا مضرورين، ماشي ما مضرورينش. قطاع المقاهي والمطاعم راه توا واكل العصا، ولكن ماشي بهذه الطريقة باش غادي نخرج أنا. واش أنا نقابي باش غادي نخرج ندير وقفة احتجاجية ولا ندير إضراب عام ولا ندير الشارع الحمراء ونخرج الشارع في هذه الظرفية هذه؟ لا يمكن. لهذا أنا كنقول لك من هذا المنبر، راك أنت لا تمثل إلا نفسك ولا تمثل إلا المنخرطين اللي معاك. أتحداك تجيب لي 100 منخرط بمدينة القنيطرة اللي هي مسقط الرأس ديالك، أتحداك. خلي المغرب كله، المغرب كله كبير عليك بزاف. لهذا كنقول لك السي نور الدين ما تبقاش تلعب بالنار، لأن الظرفية هذه كما قلت لك راه ما تعطيناش حق باش غادي نوضو نديرو هاد الشغل. حنا بالفعل مضرورين، ولكن ماشي القطاع ديالنا بوحدو اللي مضرور، جميع القطاعات في المغرب راه أصبحت مضرورة. ولكن حنا كنتعاونوا مع الحكومة ديالنا، كنتعاونوا مع الوطن ديالنا، خص عجلة الاقتصاد تبقى غادية سايرة الأمور ديالها. وكنتمنى باش أهل هذا القطاع هذا ما يمشيوش في هذاك التيار ديال السينور ديال الحراق، لأنه التيار حنا عرفنا الاتجاه ديالو سياسي، وحنا ما عندناش، ما كنديروش السياسة هنا، حنا كنديرو أعمال حرة اللي هي في قطاع المقاهي والمطاعم، كنديرو التجارة ديالنا، مقابلين التجارة ديالنا، السياسة غنخليوها لمواليها. واللي كنزيد نأكد عليه أكثر وهو عملية باش غادي تعطي تضخم واحد الرقم وانت ما عندكش، هذه راه لا يعقل باش غادي تقول عندي منخرطين وعندي وعندي وعندي، راه ما عندك والو. وثانيا انا كننبه الرأي العام الوطني، وكننبه السلطات المحلية بمدينة القنيطرة وعلى رأسهم السيد عامر صاحب الجلالة، انا هاد السيد هذا راه عندنا معاه دعاوي في المحاكم تما في القنيطرة، عندنا شكاية عند السيد وكيل الملك في مدينة القنيطرة، يعني بالخروقات اللي كاينة، وكل شيء كيعرف هاد الخروقات ديال هاد السيد هذا، يعني راه ما كيعيش واحد شفافية واحد، لأن السيد راه عنده مشاكل داخلية في هاد الجمعية هادي، وما عندوش حتى هذاك الرقم اللي كيضخمو ديما وكيقول لك انا عندي راه ما كاين والو، راه السيد خاوي. والسلام عليكم ورحمه الله.